ترأس سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور أعضائها من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم استعراض ما قامت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من سلسلة من الإجراءات والإحصائيات للتعامل مع تداعيات الأمطار التي هطلت على البحرين مؤخراً. للحديث عن جهود الوزارة في هذا الشأن معنا عبر الهاتف المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال. أستاذ، هل لك أن تحدثنا عن كيفية الاستجابة لتداعيات هطول الأمطار وكيف تعاملتم معها بل تعاملت معها الجهات المختصة بشكل عام؟ شكرا أختي على إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على جهود الوزارة في اليومين أو ثلاثة أيام الماضية اللي هطلت فيها أمطار الخير على مملكتنا الحبيبة. طبعا لا يخفيك سرا أختي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تم تشكيل لجنة منذ أكثر من سنوات يعني تتعامل مع الأمطار بشكل يعني حرفي ومهني. اللجنة هذه فيها طبعا المختصين من قطاعات الوزارة المختلفة، الصرف الصحي وشؤون الطرق وأيضا شؤون البلديات وأيضا بالتنسيق مع الأخوة في وزارة الإسكان، وطبعا لا أخذك سرا الدور الكبير اللي تقوم فيه وزارة الداخل الممثلة في إدارة العامة للدفاع المدني طولة العمر. طبعا وزارة الأشغال ركزت أعمالها إلى أكثر من جهة. طبعا الطرق تأكدت من أول شيء طبعا حسب الأولويات من خلو الشوارع والقطاعات الرئيسية والمناطق الأكثر تضررا ومداخل المستشفيات من تجمعات مياه الأمطار، وأيضا من أهم الأمور الأخرى طبعا هي ركزت الوزارة أيضا أن تتأكد من سلامة شبكات الصرف الصحي طبعا حرصا منها من الوزارة ومن العاملين في الوزارة. نعم. على المواطنين الكرام حمايتهم من التعرض للمشاكل الصحية. نعم. والبيئية لا سمح الله إذا يعني حصل لا يحمل الله من اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الأمطار. طبعاً نعم أستاذ أحمد، يعني هناك أماكن كثيرة تضررت ربما حسب ما ذكرت، ربما قمتم بحماية المستشفيات والشوارع، ولكن ما هي أكثر الأماكن التي تضررت في هذا الموسم من خلال البلاغات التي تلقيتموها؟ طبعا عدد البلاغات التي تلقيناها تقريبا في الأيام الثلاثة من يوم أو ليلة الجمعة من يوم الخميس ليلة الجمعة حتى يوم أمس تقريبا 4400 بلاغ وصلت إلى الوزارة بجميع بطاعاتها. تم التعامل معها كلها، كل البلاغات سواء كانت آنية أو كانت بعد فترة معينة، ولكن تم التعامل مع جميع هذه البلاغات. طبعا الأماكن الأكثر تضررا طبعا إذا بناخذها على المحافظات، طبعا مرج يمكن أكثر محافظة وحسب البلاغات اللي وردتنا. طبعا المحافظة الشمالية وردنا فيها في ثلاثة أو أربعة أيام اللي فاتت تقريبا 3000 بلاغ. نعم. أو آسف 3050 بلاغ. نعم. المحافظة الجنوبية 700 بلاغ، أمانة العاصمة يمكن والمحرق هما الأقل في هذا الجانب تقريبا 300 بلاغ لكل محافظة. طبعا مثل ما قلت شخصي تم التعامل معهم، ويمكن من خلال عدد البلاغات يبين لك أن الأكثر تضررا هي المنطقة الشمالية ومن ثم المنطقة الجنوبية ومن ثم طبعا المحرق وأمانة. نعم. العاصمة. طبعا يمكن راح أحصر لك بعض المناطق في المحافظة في محافظة المحرق مثلا الدير والسماهيج يمكن كانت هي الأكثر تضررا. نعم. المناطق هذه. أستاذ أحمد، يعني في كل عام تتضاعف الجهود لحماية المواطنين من مثل تعرض لمثل هذه الكوارث، لا نريد أن نقول كوارث ولكن الأضرار. نعم. ما هي الخطط المستقبلية التي وضعتها الوزارة لتفادي حدوث هذه الأضرار بسبب تداعيات هطول الأمطار في السنوات القادمة؟ طبعا أختي أنا بس أحب أعقب، طبعا الحمد لله والمنة هي ليست كارثة. نعم. طبعاً هي مجرد أضرار. نعم. بالضبط أضرار، يمكن في دول مجاورة أو أماكن أخرى يمكن حتى كانت فيها يعني لا قدر الله فيها أرواح فقدت، ولكن في البحرين الحمد لله والمنة يمكن أنتم جميعا شاهدتوا أن يوم الأحد ويوم السبت كانت الشوارع كلها سالكة،
المناطق كلها العمل فيها على مدار الساعة. طبعا الخطط المستقبلية طبعا احنا خططنا لا تتوقف طولة العمر، الحكومة الموقرة ما قصرت، وفرت الميزانيات. طبعا لا يخفيك سر ان في كثير من المناطق من البحرين نتجت فيها شوارع معبدة، ولكن لله الحمد والمنة الحكومة الموقرة وفرت الميزانيات لتعبيد هذه الشوارع. يمكن كانت الناس تعاني لو ما كان في اسفلت، ما كانت الشوارع معبده، كانت الناس تعاني يعني بسبب عدم يعني سفلته هذه الشوارع. ولكن اليوم احنا عندنا اغلب المناطق في البحرين الصرف الصحي لها مواصله، الشوارع جميعها يعني تقريبا اغلب المناطق مواصله، وحتى امتدادات القرى وامتدادات المدن اصبحت الحمد لله والمنه موصله بشوارع معبده وعلى اعلى مستوى. ولكن هناك في بعض خلينا نقول بعض الجيوب، بعض المناطق اللي بسبب النمو العمراني المتسارع، والحمد لله منا في نمو عمراني واقتصادي في البلد والله يديم علينا ان شاء الله النعمه، ولكن الامتداد العمراني يسبب ان في بعض المناطق الساحات او القنوات اللي كانت اصلا مهيئه ان هي تصرف فيها هذه المياه اصبحت مغلقه الان. نعم. فاضطرت الوزاره ان يعني تتعامل مع بعض المناطق بانشاء شبكه لتصريف مياه الامطار. واحنا جمعنا طولة العمر في السنوات السابقة لحد السنة هذه تقريبا 1000 نقطة، تم التعامل لله الحمد لله معالجة 400 نقطة، واحنا مستمرين في رصد بعض النقاط مثل ما قلت بسبب التطور العمراني. ولكن اليوم احنا عندنا قنوات موجودة يعاد احيائها، قنوات على امتداد شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وقناة اخرى على امتداد شارع الشيخ خليفة بن سلمان. نعم، المهندس احمد عبد العزيز الخياط وكيل وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الاشغال، شكرا جزيلا لك.